يعني للأسف الشديد اليوم السادة المنتخبين عن حزب جبهة المستقبل قاطعوا النقطة الرابعة المتعلقة بدراسة ومناقشة ملف التربية، لأنه هذا التقرير اللي دارته لجنة التربية حنايا نعتبروه أنه التقرير ما يبينش المشاكل والنقائص الحقيقية اللي يعرف هذا القطاع، لأنه من خلال الخرجات الميدانية اللي قاموا بها الوقوف على هذه النقائص كانوا ممشاوش العديد من البلديات، وأيضا حتى البلديات اللي مشاو لها موقفوش على كل المؤسسات التربوية المتواجدة بهذه البلديات. جدوى هذه المقاطعة، الهدف المرجو من خلالها؟ يعني الهدف المرجو من هذه المقاطعة أنه نوصلوا ميساج للسادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأيضا السلطة التنفيذية، أنه إحنا كأعضاء مجلس الشعبي الولائي جينا بنية أننا نخدموا ولايتنا كما يقول لك ب 45 بلدية بدون تهميش وبدون إقصاء، وأيضا جينا لأن باش نوقفوا على المشاكل الحقيقية والنقائص التي تعيشها كل القطاعات بولاية البويرة، والهدف منها أيضا هي أن ندفعوا عجلة التنمية بهذه الولاية. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.